السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوات الله عليه. اليوم راح ندير لكم اندسة بارد وهايل منعش ان شاء الله لسهرة رمضان. نصوموه ان شاء الله بالصحة والهنا. ندير لكم كريم ديسير بلا شانتيي، والتجميل تاعو يكون بلي بيبي هاوليك شوكولا هاد الالوان، وعندنا هذو كذلك، هذو نخلوهم جانبا ومن بعد نولوا ليهم. نبداو نحطوا هنايا كاس تاع الحليب بارد، ونحط كذلك كوب تاع السكر، سكر عادي. نمزج الخليط، بسم الله، عفوا، نزيد 3 ملاعق تاع كاكاو، 1 2 وهذه الملعقة الثالثة. عندنا كذلك هنا ملعقة كبيرة تاع حليب بودرة لحظة. هنا نبدأ نضيف الكاس تاع الزيت، نضيفه وهو في نفس الوقت راه يشتغل راه يخدم. بسم الله، نحبسو ونشوفو. إذا شفنا الخليط مايه بزاف زيدولو شوية الزيت، هاو كيفاش يجي، هاو هاك. كالي تحب تخليه هكذا معاك يجمد رايح يعني يعقد، أنا راح نزيدلو شوية زيت، ممكن ملعقة أو 2. ها شحال رايح نزيد، عفوا الارتباك الارتباك ان شاء الله نلقى منكم دعم، وان شاء الله قناتي تعجبكم، وانا والله راني نعمل يعني مجهودات باش نجيب لكم وصفات يعني سهلة وفي متناول الجميع. واش نقول لكم، نقول لكم تابعوني ودعموني وشكرا. هايك الان هنا نحبسه، زيت له تقريبا 2 ملاعق، لو يعني تعمري الكوب تعمريه مليح بالزيت تعمريه البيان خلاص ما تزيديش، انا كان ناقص شويه. هايك الآن
نعمروا الاكواب تاعنا. نحطوهم في الثلاجة يبردوا شوية ويجمدوا، ونرجع إن شاء الله نكمل معاكم التزيين. هاوليك التزيين، أنا بديت نزين فيها. هاوك هنا أنا درت هذا، هذا درته بالكاكاو، وهذا درت لاكريم شانتيي، وهذا تاني لاكريم شانتيي ولي بيبي شوكولا. والآن دوك ندير معاكم هذه، هذه كيما تحبوا. التزيين يرجع ليكم. كيما تحبوا تزينوا زينوها. عليك. الان نحطوه يبرد وتاكلوه بالصحة والهنا. انتظروني في وصفات اخرى. نخليكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.